الخير. اتنين اتفقوا يخربوا عقارات في مصر، موظف قبض وغمض ومواطن قرر يشتري في بنا مخالف ويقبض او يداري على اللي قبض، وان شاء الله تقع عليهم وعلى اللي بيحبوهم فوق دماغهم. مش مهم، لا مهم. اهلا بيكم في المستخبى. فاتت صورنا كارثة العقار رقم 123 شارع الفاتح في الجيزة، برج طويل عريض مايل على وشه والناس ساكنة فيه عادي وعايشة حياتها. بعد اسبوع من العرض العقار صدر له قرار بالاخلاء والتشميع استعدادا للازالة. من اسبوع تمت الازالة. نسكت؟ طبعا لا، رحنا نصور. العقار دوت يستحق من الخطورة، ان احنا لابد ان احنا كان سرعة الاستجابة ان احنا نبتدي نزيد. طبعا مخاطبة الدراسة الامنية، كان مديرية الامن كانت يعني اسرعت في الدراسة الامنية بعد اخلاء العقار وتشميعه في 14/5. بعض السكان او بعض اصحاب العقار نفسه اللي هم بدأوا يفضوا الشمع ويجيبوا سكان غير السكان وقعدوهم على اساس ان احنا ما نقدرش نتمكن من الازاله، لكن احنا الحمد لله النهارده قدرنا ان احنا نجيب قوه الامن وشرطه اسم الجيزه والسيد محمود اسم الجيزه وشرطه المدافع وقوات من التدخل السريع، وقدرنا الحمد لله نتمكن من الازاله. تعليمات السيد وزير الداخلية بالاهتمام بقرارات الإزالة اللي جاية من الجهاز التنفيذي والإداري سواء من المحليات أو قرارات الإزالة اللي جاية من وزارة الري اللي هي خاصة بحماية مجرى النيل. القرار لما بيجي لنا احنا فعلا بنعمل دراسة أمنية على القرار اللي جاي، بس الدراسة الأمنية لها وقت ولها مدة زمنية مسموح بيها بالنسبة لنا. بعد ما بنعمل الدراسة الأمنية بنبتدي تنفيذ القرار. احنا ناسنا منفذين، احنا بنحمي القوة اللي الجهة اللي بتقوم بعمل التنفيذ. المحليات لو تنفيذ قرار إزالة على عقار بتجهز المعدات اللي هتعمل بيها قرار الإزالة، وانا بأمن في حالة التعدي عليه انا بمنع هذا. اما احنا ما بنأخرش اي قرار إزالة، المعدات جاهزة، هم جاهزين، احنا جاهزين، ودام في قرار صادر له شق قانوني بننفذه، لا تقاعس في هذا. يعني الدراسات الامنيه بتاخد قد ايه تقريبا؟ يعني الدراسه ما بتزيدش عن اكتر من اسبوع ل 10 ايام بكثير قوي. في الاول في جت تم اخلاءهم من المكان وتم عمل ترجم زي حضرتك المكان مسافه امنه بحيث ان مفيش حد من المواطنين يصاب باذى، وتم تسليم العقار للمقاول زي ما حضرتك شايفه كده، وعمل اللي جاري حاليا خلفنا مقاول الهدد شغال لكسر اللي هي البلاطات بتاعه الاسقف وهدم الحوائط. احنا بيتم هدمنا، ممكن ندخل جوه؟ طول ما العمارات البايظه موجوده الفساد مسطور وكله ماشي قلصتا، لكن العمارة تتهد على فلوسنا؟ لا، تعالوا بقى كنتم فين؟ بالرغم ان الشرطة والحي قايمين بدورهم في حماية الناس من نفسهم، ان هم اللي اختاروا يشتروا ويسكنوا في عمارة اساساتها بايظة ومايلة، الا ان الناس ليها تحفظات على الحي وموظفينه، وان الاوان المستخبي يبان. فين الحي الاول؟ ايوه فين الحي الاول؟ صح ولا غلط؟ انت راجل دلوقتي بتبني مخالف، توقف العمارة. الحالي كانوا بيجوا يقبضوا منهم فلوس يمشوا.
انا وانا بطلع الاسمنت والرمه البلديه او الحي بعدها بنص ساعه كان عندي عشان ياخد له 1000 جنيه خد 1000 جنيه وخد البطاقه بتاعت الحج خد اقسم بالله وحياه ولادي بعد 10 دقايق من الاسمنت ما نزل كان الحي عندي طب انتوا جايين تشيلوا شويه رمل وشويه اسمنت وسايبين العماره اللي بقى لها سنتين كنتوا فين لما انتوا وخلي بالك اقول لك قصه تاني جبت اسمنت ورمله تاني بعد المحاره جبت اسمنت ورمله تاني وجوم الحي تاني وخدوا فلوس تاني واللي بيجي في الدور التاني بيطلع اسمنت ورمله بتاع الحي بيجوا وياخدوا فلوس كل بقول لك مفيش اسمنت بيطلع يعني لدرجه ان انا عرفت ان هم على اتفاق مع بتاع الاسمنت اول ما حد ياخد من حضرتك اسمنت قول لنا هتنزله فين واحنا بعدها بنص ساعه نكون هناك بعد ما الساكن ده حكالي وقعه الرشوه طلبت منه يدور على اللي دفع له ويخلينا واجهه وفعلا حصل مش ممكن كلامه ده يطلع مش دقيق ممكن تخلوا بالكم من اللي قام قبل ما يكمل طبق الكشري وانسحب من القعده مين اللي خد منك الالف جنيه اللي قاعدين بياكلوا الكشري لا والله اما تيجي نواجهه يلا باشا مش انتوا جيتوا قبل كده ساعه لما كان في ونش هنا واتاخد غرام عليه صح بس انا بقول لها يعني انا بقول جوم عشان ونش وخدوا الونش وخدوا غرام على الونش وسابوا العماره نفسها وسابونا لحد ما نشتري وندفع فلوس اتفضل احنا في شغالات مش تنظيم انا بتاع شغال لما تجي لي اشاره اشغال ان في حته فلانيه ونش او صلاه بنزل احطها التنظيم حاجه ثانيه اداره واداره ليا سؤال ما جالكمش ساعه البنا نفسه ان ده مخالف ليه بقى؟ يعني ساعه لما جم ليا سؤال الراجل ده قال انه دفع 1000 جنيه علشان الونش يتساب عشان خد البطاقه بتاعت الحد ايوه الكلام ده صح؟ ايوه اهو اللي كان قاعد هنا اللي كان بياكل هنا واول ما سأله دفعتها لمين؟ ممكن بقى نشوف الفيديو اللي فات تاني؟ انا بقول لها يعني انا بقول جم عشان ونش وخدوا الونش وخدوا غرام على الونش وسابوا العماره نفسها وسابونا لحد ما نشتري وندفع فلوس اتفضل احنا في شغالات مش تنظيم انا بتاع شغال لما تجي لي اشاره اشغال ان في حته في المايه بنش او صلاه بنزل احطها تنظيم حاجه ثانيه اداره واداره ليا سؤال ما جالكمش ساعه البنا نفسه ان ده مخالف المواجهه اللي هتحصل دي احنا ملناش فيها اي تعليق الحكم فيها كله لحضراتكم باشا مش حضرتك اللي خدت من الحاج من البطاقه ساعه الونش؟ لا 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 بس لمين؟ كداب لمين؟ كل الصوت عالي كداب للي ردحها منك للي ردحها منك يا باشا الراجل الموجود ورايا الكبير اهو وقال لي عشان خاطري وديته البطاقه لا ما خدتش منك اقسم بالله الراجل ده بيقول انه اداك 1000 جنيه انت ما خدتش حاجه من حد اقسم وهيقدم وهيقدم شكوى رسمي هو خراب هو خراب في وجهي يا باشا اللي خدنا لحضرتك حاجه يتحاسب بيها طب وحضرتك خدت البطاقه ولا لا؟ انا حضرتك خدتها هنا خدتها من حضرتك اديتها لا كذاب اقول لك كذاب لازم اقول لك لا خلاص بلاش كده عيب عيب تتكلموا الكلب يودي النار مش هيدينا الجنان وتتبص الجنان طيب يا جماعه الراجل اللي بيتهم بالرشوة موجود وموظف الحي المتهم بالرشوة موجود ورئيس الحي برضو موجود مستنين ايه؟ ما نبلغه وناخد اجراء هو انت لما جه حد وخد منك حاجه زي كده ما بلغش الحي ما جتليش ليه؟ انا بلغ الحي بلغ الحي على لا ما جتليش ليه؟ يا استاذي انا بلغ الحي بص يا بيه بس انت ما تنبهش ان انت تعمل في غلط عشان كده تعمل غلط تاني لا انا بسال سؤال انت جيت بلغت والله ما بعمل غلط تاني انا بتكلم في طب انا عندي سؤال واحد ان في حد حضرتك مش مسؤول عن تصرفات من الموظفين اللي تحت بس لابد المواطن هو دلوقتي هيشتكي لك بالاسم ماشي يا بعيد عني انا يا ريت مذكره حضرتك تكتب لي فيها الاسماء اللي جت بس حضرتك انت اللي وصلت كل حي ومش عارف مين اللي يروح يشتكي الحي اروح اشتكي الحي النهارده انت مش فاهم قصدي ايه انا بتكلم انت راجل بتدفع فلوس كده لاي حد يقول لك عشان تاخد جنيه لا دي رشوه بقى ده موضوع تاني انا فكرت لا رشوه لا انا عشان اخد بطاقه الراجل ما يتعملش بقى محضر الراجل قاعد كان قاعد مطرح في العماره خدوا منه البطاقه ليه
خدت منه ال 1000 جنيه؟ لا ما خدتش حاجه اقسم بالله. ما خدتش حاجه حسابي باشا. البطاقه الاستاذ مالك معاه مع الراس. قالوا لي ما تعملش هتنصب عليك ابن يا عم. عم ايه ايه يمين بالله العظيم ثلاثه رجعها. احنا بقى هنوطي النار على الخناقه لما تستوي، وكل شويه نسقسق لها ميه كده عشان ما تتشافش مننا، ونروح ندور على حبيبي عم فرحات. فاكرينه الراجل الجميل اللي بيته اتشقق بسبب العماره المايله ومش عارف يعمل حاجه؟ يا عم فرحات. عمل العمايل دي. انا رايحه لعم فرحات وكل شوق ولهفه وحيشني، وفاكراه انه هيقابلني بنفس الفرحه، بس للاسف احبطني. انت شفت الحلقه بتاعتك ولا لا؟ نعم شفت الحلقه بتاعتك. اه والله انا فاكر اللي انا شفته. وشفت الصوره بتاعتي انا وانت؟ شفت اللي انا شفته. نورت الدنيا كلها. ربنا يكرمك. برغم انه مش فاكر اي حاجه ليها علاقه بيا، لكن انا كل استعداد لمساعدة الراجل الجميل ده، ومين ما يتمناش يقدم كل اللي يقدر عليه. أمور يا عم فرحات. أنا رحت الرخصة بقالي سنة عمال أجري وراه. رخصة إيه؟ الرخصة تحت البيت. الترميم؟ الترميم. طب أجيبها لك، أجيب لك الرخصة. طب هاتي له الرخصة. عايز الرخصة بتاعت الترميم؟ هاتي له الرخصة. أه. أجيب لك الرخصة. ويا ريت تشوفي لي شقة كمان. ليه يا عم؟ ليه الطمع بقى؟ أنا تعبان والله يا بنتي. طب ما الشقه دي حلوه ومكانها حلو. ما انت اللي انت دخلت فيا معايا. احنا رخصه الترميم دي نقدر نجيبها. طب هتجيبي لي رخصه؟ اه. طب على بركه الله انا وقت النهارده اجيب رخصه. الاستاذ تعبيل. تعبيل؟ اه تعبيل. انا ثاني قلتك تعبيل. تعبيل عايز ايه؟ تعبير ولا عبير؟ عبير عبير عبير. اه عبير. وعندي البيش مؤجزة وفاء الله يكرمها ماشية معايا، ودي إدارة الممالك ماشية معايا، والأستاذة تعبيك برضه تاني تعبير؟ اه اه مهندسة ماشي. اللي شغالة في الحياة يا حاج؟ مين؟ أنا كنت شغال في الحياة. لا العبير دي اللي شغالة في الحياة. اه اه بتيجي اسمها عبير مش تعبير. عبير معلش. ماشي يا حاج. النطق برضه ماشي يا حاج. انت زي الفل. تعالى معانا نقابل رئيس الحي كده. لا والله انا اعطيني يا استاذ. تعالى يا انا عايز اجيب لكم حاجه ساعه والله. تعالى احنا هنجيب لك حاجه ساعه. يلا هزوقها ده علينا احنا يا حاج. والله انا عايز اجيب لكم حاجه. كام بوصه التلفزيون ده يا فندم؟ اقفل بقى عشان الكهرباء نوفر كهرباء. اه الله يبارك. انت بتقفل منين؟ عندك وصله مركزيه. تعالى يا عمر. والله يا ربنا يشفيك. يا مخاطر تاكل حد يخش انت مرة ولا مرة بس يشفيك. وما فيش فيهم ده واحد. انا كنت ماشي في الحي ده زي الشيخ. طيب يا عمر. انا اشتغلت مع محمود ابو زيد وزير العدل. ولا في الصحة يا حاج. واشتغلت مع مخدم. صورة مع عم فرحات. يا سيدي الله لك ايه؟ ما تيجي نتجوز وخلاص الكلام جاي علينا يا سيدي الله. اه وبعدين معانا رئيس الحي يفلح هيبارك. والله العظيم اي دبلتين انا موافقه. والله يا حاج وارجع من الاستاذ تيسير بس يسعيني في الميستر.
رئيس الحي بنفسه منورنا يبقى فرصة نطلب منه حق الرجل الجميل ده. يلا يا عم فرحات، رئيس الحي اهو، اطلب. من اهم اهداف البرنامج ده انه يحط المواطن قدام المسؤول وتتنفذ طلباته المشروعة. خش يا عم فرحات. وانا كل لما اخبرك لجدك احنا لسه شغالين عشان ناس جميله كده زي عم فرحات تقول يا رب، فربنا يستجيب. بس دعوة عم فرحات مش كفاية، لان في ناس خسرت كل فلوسها في الشقق اللي اشتروها في عمارة مايلة وتهدد. هترجع لهم فلوسهم ازاي؟ مش زي ما انت صورت وعملت تصور الناس دي ترجع لها حقوقها ازاي؟ طب يلا الله يلا معاك. خلاص انا فرحت كمان كده، مش كده خلاص ماشي. كملنا اتحرق وجالنا احباط وجالنا على الفلوس اللي احنا دفعنا. انا دفعت اللعيبه. ابعت لي صوره المحضر. وصورته ليه؟ ما هو اكيد هنا، لان العمارة اللي هو باع فيها بتتهد. فين صاحب العمارة؟ واثبت له انها غلطته، لان العمارة مايلة. الناس اللي اتضررت دي لو اثبت لك ان في ميل هيتعوضوا ازاي؟ فلوسهم بيعوها. ايه؟ فلوسهم بيعوها. ان هم اتضروا؟ مش يدفعوا فلوس في دي؟ مش يدفعوا فلوس. تعال. حلو تعال. وعد يعني؟ وعد. وعد لو اثبت لك ان فيها ميل. يا باشا بياخدوا فلوسهم. طب تعال. حلو جدا. الراجل صاحب العمارة وعد ان لو اثبتت له ان فيها ميل الناس هتاخد فلوسها. نرجع بقى للصور بتاعتنا للعمارة من قدام ومن ورا. بص ظهر العمارة بتاعتك والعمارة الصغيرة. شوف شوف من تحت قد ايه ومن فوق قد ايه. شايف ولا مش شايف الفرق دوت؟ شايف الفرق ولا مش شايفه؟ بس عادي، بقى اي عمارة بتتبني بيبقى في شرخ، في اي حاجة على البيت اللي جنبه. طب خليك بقى خليك بقى سريع. في في ميل ولا لا في العمارة دي؟ انت شايف الميل ولا مش شايفه؟ انا بقول لك هو اي عمارة بتتبني بيبقى في شرخ يا باشا. يا سلام. اه والله يا سلام. يعني دي عادي ان دي يبقى فيه السبعة دي موجودة؟ انا معاك. ها مش ميل ده؟ مش ميل؟ لا فيها ميل ولا لا؟ طب ما انا معاك فيها ميل. فين العمال الباقية اللي انت ساعدتك؟ ثانية واحدة. لا 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 لا، انت قلت لو اثبت لك ان فيها ميل هتعوض الناس دي. العمارة دي فيها ميل. لما يشتكولك بقى. اشتكولي. لما يشتكولك ده في واحد منهم وهو بيكلمني حسيت انه هيطلع حاجة من جيبه اللي ورا وهيؤذني بيها. بصراحة قلت انا اتكلم في الخراب ولا انا اتكلم في ايه؟ ليه خراب؟ مش شايفه يعني؟ ايه مش شايفه حضرتك يعني؟ خراب فعلا. مش شايفه يعني؟ لا خراب فعلا يا باشا، بس ما تنفعلش اركوك. مش كل ما اروح مكان يتعلم على البرنامج. مش عايز فلوسك عمارة اصلا. لو جالي مين انا دافع فلوس هتموت فيها يعني؟ اموت فيها يا باشا، ده شقه عمر. يعني انت المفروض عايز توصل العمارة؟ هم قالوا لك كده. المفروض ان انت والله يعني هم قلقانين ان هم نسوا العمارة. 270 قاعد في العمارة ساعات العمارة طبعا كلامه هيختلف. تقابل ربنا وانت خسران فلوس ولا تقابل ربنا وفي رقبتك ارواح ناس؟ لا خسران فلوس. قول لي قول لي قول لي فلوس. لا خسران فلوس طبعا. بس انا معاك والله. ما طلعش العمارة 12 دور واجه الدهب واجيب خراب للناس واجيب خراب
تقعد واحد يدفع له 200,000 جنيه و300,000 جنيه عشان يتخرب بيه، حرام ولا حلال؟ الناس دي هتتعوض ازاي؟ والله العظيم ليه فلوس يا عم؟ مش عارف ايه اللي هيعوض. اه والله اكيد. ايوه يا استاذ، بس في نقطة حضرتك هقول لك دلوقتي. طلب ونبي ونبي ونبي، استنى بس اصبعك ده. عم فرحات ساكن في العمارة الصغيرة والنبي ترممها له. والله المصحف الشريف هنعمله اللي هو عاوزه. انا بقول ترمم له العمارة بتاعته. المصحف هنعمله اللي هو عاوزه. وعد يا استاذ، ما بنصرفش على حد يا عم. وعد. والمصحف اللي قول لي وعد. وعد امتى؟ امتى ترمم العمارة بتاعته؟ بس نشوف البلوة اللي احنا فيها دي دلوقتي. كل حاجة كانت ماشية لحد دلوقتي زي الفل، وعدينا من كل المراحل لحد ما وصلنا ان احنا نقابل الوحش. المقاول اللي بنى العمارة وصل اجريسيف قوي، وعينه من الكاميرا الجديدة اللي اشتريتها بدل المرحومة. الكاميرا الجديدة كانت على وشك انها تواجه نفس المصير وتتنقل الى الرفيق الاعلى. صاحب 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 انت بزعلانة جمرت كده بس خمس دقايق انا هريح خالص. انا هريح انا معاك ده صاحبي في يا عم. انت جيت يا واحد بيه انت صاحب ايه؟ انت دلوقت متهم الراجل ده بفلوس صح؟ يا مساء انا ما اتهمتوش. بس مهندس اللي ساكن عندك يقول ان ما حصلش. انا كنت رايح اعمل معطل. قال يا استاذ ربيع انا ما بديناكش انت بحاجه. انا ما بديناكش انت بحاجه. اللي انا بقوله بيقول ان انا خدت منه 1000 جنيه. يا عم ماشي يا حاج بالراحه بس. اتفضل يا استاذ. عشان انا مش حمل تضربني. انا مش هضرب بس. المقاول جه مخصوص عشان ينهي الخلاف اللي وطينا عليه النار من شوية بتاع الرشوة، ويبرق الموظف بتاع الحي. لكن الأهم فين فلوس الناس؟ عوض ازاي يا اصحاب البيت دول؟ انا الان واخد منه حاجه. انا مسؤول عنك بس. يا بس خلاص واحد حاجه. انا مسؤول عنك يعني. فرحات عم فرحات. انا واخد فرحات عم خليك ساكن في البيت. وعايزني ان انا ارمم من البيت. اسمعيني اسمعيني. فتصدمني من البيت. انا اصلا اي غلط نتج عني جزيت اخر مشان شويه. لا لسه مش جزاء. عم فرحات يترمم له البيت والناس ترجع فلوسها. الناس ترجع فلوسها. وعد فلوس الناس دي ما تفرقتش ما تدش. طب عم فرحات يترمم له البيت. وعد امشى انا روح روح حلو وزن فين روح حلو ها جدا زعلان مني جدا. لا كده ما تجيبهاش. لا انت زعلان مني؟ لا والله انا باخد فلوسي كده والله العظيم. هاجي اعمل لك جاب. انت مش قلت لي انت مش قلت لي انا مش زعلان منك؟ ايه؟ صورتها. الله احلى بوسه منتهى الرضا. اننا نكتشف مصيبه ونمنع وقوعها، واصحاب الشقق يكون عندهم وعد من صاحب العمارة والمقاول باسترجاع فلوسهم، ايه اجمل من كده؟ بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ليه تعرض نفسك ان حياتك تروح او فلوسك تضيع؟ ليه تشتري في عمارة ملهاش ترخيص؟ يعني اتبنت بدون اي اشراف هندسي او رقابة، ليه؟ فلوسك دي في جيبك ولا مش في جيبك؟ لا في جيبك. حد طلعها من جيبك غصب عنك؟ لا. طلعتها بمزاجك صح؟ صح. قبل ما تطلع فلوسك مش هتعرف تحطها فين؟ لا عارف احطها فين. عارف؟ طب انت حطيتها فين؟ حطيتها دي. ايه رايك؟ انت حطيتها في حبة الكون اللي على الارض. الفساد في مصر ملوش سقف، ومكافحة الفساد لسه ما فيهاش امل. الحل اننا احنا اللي ندور كويس قوي على حقنا، على الاقل في سكن آمن. الحل إننا إحنا اللي ندور على فلوسنا بتتحط في إيه، لحد ما نضمن إن ورانا ظهر بيراقب ويعاقب ويوقف الأدوار والعمارات المخالفة عند حدها. ولحد ما ده يحصل نشوفكم في الحلقة الجاية، آخر حلقة في سيزون الثاني للمستخبي، واللي هنكشف فيه عن المستخبي ورا وبعده. استنونا في حلقة خاصة جدا ليلة رمضان. Thank you.